ايوه بس هو حسام حسن كان اكد اكتر من مره في تصريحات سابقه لي، وانا كمان كنت عملت حوارات كتيره معاه، ان هو مش هو اللي مشي من النادي الاهلي بمزاجه. مظبوط. فبالتالي هل كان هو في دخل يعامل معامله لمدير الكره ومجلس الاداره ولجنه الكره في النادي الاهلي، هي اللي كان لها دخل في الموضوع. انما هو المشكله يعني ممكن حسام بعد ما مشى من النادي الاهلي كان في بعض التصريحات اللي اثارت غضب اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وخلاهم ياخدوا الموقف ده. انما انا برضو بقول ايا كان الموقف الزمن بيداوي والوقت بيداوي. وبعدين دلوقتي انت بتتكلم مش عن حسام حسن احد افراد او لاعبي النادي الاهلي السابق او الزمالك السابق او منتخب مصر السابق، لا ده هو المدير الفني المنتخب. يعني المفروض كلنا بنسانده واولنا النادي الاهلي، واعتقد ان بيبقى في نسبه تسامح. ويا ريت زي ما النادي الاهلي راح قعد مع الزمالك، ايه المشكله ان احنا نجيب ولادنا كلنا كنادي اهلي، يعني نجيب ولاده كلهم اللي زعلان واللي بتاع والامور تبقى خلاص. انما مش عايز حته ان انا بعلق المشنقه لاي حد يغلط. ما هو ماشي لو استمر على غلطه ده موضوع تاني، انما لما الغلط عدى وكان موقف وانتهينا يبقى المفروض يبقى فيه تسامح. اعتقد يعني ان بعد ما تولي حسام، طيب كابتن شريف لو حضرتك موجود ماسك المنتخب دلوقتي والنادي الاهلي عنده مباراه امام سيمبا التنزاني يوم 29 باذن الله، يعني يقدر النادي الاهلي يتخطاها، وفي نفس الوقت انت حضرتك عندك اجنده دوليه فبالتالي هتخوض كمان المباراه يوم 26 باذن الله، طبعا يوم الجمعه المنتخب يكسب ويواجه بقى ايا كان كرواتيا او تونس في نهائي البطوله الوديه، فانت حضرتك تعمل ايه؟ هي هتكون يوم 26، هل هتوافق بان هم هيشاركوا مباراه نيوزيلندا بس وبالتالي العشر لاعبين هيرجعوا مره ثانيه للنادي الاهلي دفعه واحده ولا ايه؟ لا طبعا، يعني عايز اقول ان انا المفروض ان انا عامل المعسكر دوت ومعلن عنه من بدري قوي ومعروف الغرض من المعسكر ايه. واذا كنت انا عامل المعسكر ده عشان اسيب اللعيبه يبقى ما كانش له لازمه اصلا المعسكر. دي نمره واحده. الاهم من كده ان انا عايز اتحاد الكوره والانديه كلها في مصر تعرف حاجه مهمه جدا، وهي ان المنتخب الانديه وسيله للمنتخب مش العكس. مش اللي المنتخب هو اللي وسيله للانديه، بمعنى انه كلنا بنشتغل للمنتخب والمنتخب رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، بعد كده يجي رقم أربعة وخمسة وستة المصالح الأخرى. فإذا كنا كلنا عاملين بطولة دولية وبطولة كبيرة وداخل فيها صراحة هي ودية، إنما يعني لازم يكون في جلسة ما بين حسام حسن والجهاز الفني بتاعه مع المسؤولين الفنيين في النادي الأهلي ويتم التوافق على ما هو إمكانية ان حسام حسن ممكن يستغنى عن اللعيب الفلاني عشان عنده بديل يجربه في الحته ديت فيروح. انما ان انا هلا بلا كده اقول العشره يمشوا وهد المنتخب، ما اعتقدش ان ده من المنطق ابدا. ولازم يكون في تفهم عند حسام وكذلك تفهم عند الاداره الفنيه للنادي الاهلي بحيث ان العمليه تتوصل. لان برضه كان المفروض لما نيجي نعمل المفروض ان انا وانت وكل العالم عارف الاجنده الدوليه ما عدا ايه وعارف الماتشات الافريقيه ما عدا ايه، فيبقى في تنسيق عشان ما يحصلش تضارب. ما تنساش ان حصلت كده موقف كان صعب جدا لما ساب كروش لعيبه الاهلي واتغلبنا ثلاثه من تونس وكان الشكل مش حلو خالص، وده كان ماتش ودي. فالعمليه ما بتمشيش كده، العمليه لازم يكون في توافق واتفاق. بمعنى ان انا عندي مثلا سين وصاد بيلعبوا مساكين في النادي الاهلي، ممكن استغنى عن سين انما صاد ممكن يلعب عندي، والنادي الاهلي عنده جيم يلعب مطرحه. طب في مركز ثاني انا محتاجه مش محتاجه ممكن اسيبه خالص، في مركز ثالث انا عندي ما عنديش غيره ولازم عايزه وهكذا. بس مش الكلام ده هيتم وحسام لوحده وكولر لوحده، لازم يكون الجهازين قاعدين مع بعض ويتم التنسيق بحيث ان ما يطلعليش حد بعد الماتش سيمبا يقول السبب المنتخب
ولا يطلع لي حد بعد ماتش سيمبا يقول بعد ماتش نيوزيلندا يقول انا عشان الاهلي، ولا الماتش اللي بعده اذا كان كرواتيا ولا تونس يقول عشان الاهلي خد لعيبته، فيبقى مش عايز شم معاه. نقعد مع بعض ونتفق ونشوف المصلحة العليا ايه للمنتخب والمصلحة العليا ايه للنادي الاهلي ويتم التنسيق، انما في كل الاحوال رقم واحد واثنين وثلاثة هو منتخب مصر. النجم الكابتن شريف الخشاب، بشكرك طبعا، الكلام مهم جدا فيما يخص طبعا المنتخب الوطني واستعداده لأول مواجهة مع حسام حسن.